انا بطلع في روحي بالكلب يا حوالي. طيب حاضر ممكن برضو يكون عايز ياخد الفلوس، او ممكن مثلا يكون في جيبه وممكن ولو دخلنا في حزبة ممكن دي هموت في شبر ونص. 3-1. الارقام دي بتاعت ايه عبد الباري بيه؟ عبد الباري بيه؟ الو الو، معلش بقى مش هرجعك. طب افرض مرضيش. ايوه وافرض على فكره انا مسميني حكايات، لو اشتغلنا في القصه دي انا اقعد 3 ايام هنا، ايه رايك؟ صح، يلا بينا. ايه ده الراجل فين؟ الراجل ماشي من هنا. تعالى ولا انا فاهم عايز بقى العربيه، ده لو علمتك انت بقى لبس ما تلمس العربيه بايدك عشان ما تتعديش من جربك. طب والنبي يا اسطى عايزين نلحق العربيه دي بسرعه يا اسطى. ايه شغل الافلام الامريكاني ده يا اسطى؟ يا اسطى العربيه اللي ماشيه هناك دي يا اسطى فيها اخر 3 تذاكر يا اسطى لحفله هيفاء وهبي يا اسطى. قول والمصحف يا اسطى. والمصحف يا اسطى. طب يلا بينا يا اسطى. يلا بينا يا اسطى. لا قول لي يا برضه، هو انت مش عاجل قوي ليه كده؟ جات لي مكالمه من عبد الباري بيه، الراجل شكله بيخلص بيموت، ما تعرفش مكالمه غريبه قوي. ايه اللي انت عامله ده؟ اقعد كويس. حاضر. تعرف كارو؟ ايوه. ما قلتليش بقى مين عبد الباري بيه ده اساسا؟ عبد الباري بيه ده الراجل اللي كنت شغال معاه قبل ما اعرفك انت وامك النكديه، كل قرف. اشتغلت معاه في تسلي. نزل رجلك يا اخي، انت مالك انت؟ اتحط ساكت. وبيكذب انكم كده ليه؟ سارق منكم حاجه ده؟ الحقوا يا جدعان. ما يعلم بيه الا ربنا. هو ده. ايه ده؟ 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 انا مسامح، انا خلاص مسامح. يلا يا عم اتكل على الله، اتكل على الله. انا مسامح يا عم في الخبطه اللي انت خبطتها لي دي. يلا. وانا مش مسامح. ليه مش مسامح ان شاء الله؟ انت خبطتني من ورا يا اخي. الكوسه مقوره، خلاص ما اعتذرت لك وقلت لك مقوره. اه الكوسه مقوره. والله حرام. الكوسه مقوره. يا جماعه الكارت بتاعنا اهو، لو حبيت تبيع التذاكر. تذاكر ايه؟ انا مش هبيع تذاكر. انا ايه ولا ايه؟ انت حاسس يا انت يا انا؟ خلاص يلا ركب يا كلابيته. سامح الكابتن ومال خالي. يلا يا خالي. يا خير الله العظيم يا رب. تعالى شوف المصيبه اللي احنا فيها. ما خلاص يا ابني ما تعيطش بقى. ايه يامك اتكتب عليها تعيش مذلوله؟ امسك يا ابني المذلوله انت وهو. 3 تذاكر اهم واحنا 3. تذكرتين تذكره. عداني العين. ايه ده؟ انت جبت التذاكر منه ازاي؟ بالتموين المغناطيسي. بس ده ما نامش. بس اداني التذاكر. وبعدين انت ليك اكل ولا بحلاق؟ الله يا ابن الجنيه، هو انت حرامي ولا سواق تاكسي؟ انا حرامي بس في اوقات الفراغ، انما التاكسي ده وجهه اجتماعيه. اركبهم يلا هوصلكم. فين يا عم؟ ما انا بجمع اهو. فين؟ ما ايوه بس خلاص. وقف 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 يا اخي. يا اخي في ايه بقى لنا ساعتين بالليفت بتاع حمار مش عارف الطريق؟ حمار ايه؟ وانا قاعد في السكه اتكلمتوا مش عارفين ساكنين فين؟ من حاره لشارع لنقره لضحطيره. الله يخرب بيوتكم ظلمته العفشه. الله يخليك يا اسطى، نتقابل في الحفله بقى. اه هق ومق وشكاليل وننبسط. بيو بيو. تعالوا معاكم ازايزكم بقى. ازايز؟ اه احنا عندنا ازايز كتير في الثلاجه. عينك هات التليفون. مالك يا ابني مقير ليه ولا هنشيله منك؟ ديولو مش معاه الا هو. ديولو هو وانا معاه واحد تاني. هات ياض التليفون هخزن لك النمره. دوريو دخلت عليكم هذا التوه. معلش بقى الطبع يغلب التطبع. النمره هي خزنها باسم الرجوله بوندو. هي الرجوله بقت بوندو يا سامي؟ لا تعرف بارد بن حامي. حامي سلام. سلام يا اخويا. خير؟ هو انت ليه كل الناس اخواتك ما عدا انت؟ طب اسكت عشان ما اقولش. لا خلاص منظرك هيبقى وحش، هتبوظ الدنيا. ايوه كشكشها للمسمار ينتشر. حط كشكشها لايه؟ المسمار ينتشر. ماشي اديني. ماشي حاكي بالكوب. ايه
مش عارفة حظك كده ليه يا زيزت، دي رابع مرة عزيكي بجوز. شفتي نصيبي كده الحمد لله. بس سيبك انتي، بتبقي زي القمر في الاسود بجد. تذاكر فين يا؟ تذاكر ايه؟ ما الواد شكله غفلك وسرقهم منك لما خبط فينا. وانت كنت فين يا بدر؟ كنت واقف بتخانق معاه. مين اللي سرق؟ ايه ده؟ حياه امك هتمسكهم مره. لا معلش عشان ما يتقطعوش. طب هات اخبيهم. دي مسؤوليتي، خليهم معايا. وحياه امك انت اديك اي حاجه بتضيعها يا عيال. مش تعملوا ايه يا عيال؟ ده احنا كنا بنجهز بس نفسينا يما عشان الحفله. خلاص تقول لها ان احنا رايحين الحفله عشان خاطر. ما تقول لها بقى ان احنا هنقابلها. خلاص تقول لها ان احنا رايحين نقابلها بقى عشان خاطر. بطلوا منقرة بقى انت وهو. ايه في ايه؟ الله 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 الله، ايه الدندشه والروج الاحمر والبودره البيضة. ايه يما تقلى فينا، تقلى فينا. عيالك بقى اطول منك بكتير. بكتير صحيح. انا رايحه حنه ابتسام. يما انت بتركبينا العار ليه يما؟ ما تمشي عدل يحتار عدوك فيك. مش ابتسام دي لسه متطلقه من اسبوع؟ ما هو فرحها على المحلل. انت رايحه فرح ابتسام جايه من فرح احلام؟ فرحك انت امتى يما؟ ايه يما؟ نفسنا نحضر فرحك يما، مش كفايه ما حضرناش الفرح الاولاني؟ انا جربت حظي في الدنيا خلاص مع ابوكوا الله يرحمه، والدور والباقي عليكم انتوا بقى. فرحوني وانا اعمل لكم اجدع فرح وازوق لكم عرايسكم بايدي ان شاء الله. يلا انا هروح ابات عند ابتسام وارجع لكم بكره الصبح ان شاء الله. ماشي يا ام. ماشي ماشي. بقول لكم ايه، ارجع الاقي البيت زي ما هو، مش هلاقي البط في البانيو والشخبطه والرسم على الحيطان. وحسكوا عينكوا تشيلوا الكابينيه من مكانه. هو احنا متخلفين يما؟ هنشيل قعده الكابينيه من مكانها؟ هو البلاط يما. يما ما يبقاش قلبك اسود يما، ده كانت مره حلواني كده، ده احنا عايزين نعيش خدامين تحت رجلي. طب خلاص فتكوا بعافيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تشقيش مع ابتسام بقى. وبلاي ستيشن للصبح والسداد الجديد انا عارف. اخيرا يا اخر هنرفع راس امك قدام عمتنا البومه وهنتصور مع هيفا. ايوه حبيبي عملي الواجب ولا اتنسى. يا ماما بكره الجمعه مفيش مدرسه. ايه ده؟ امك رجعت بسرعه كده ليه؟ ده بيتها يا حره، تيجي مطرح ما تيجي، ملناش دعوه. طب امسك خبي التذاكر، ما حدش هيشوفها. مين حضرتك؟ أعرفكم بنفسي، أنا جميل. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، فعلا زي القمر. الحمد لله خلقت ربنا. ده الراجل اللي اشترينا منه التذاكر. قصدك اللي سرقته منه التذاكر. مين سمح لك تتكلم؟ أنا قلت أنا أشارك في الحدث. إحنا مش اتفقنا إن بعض الضيوف ما نمدش إيدينا ولا نقول كلمة حتى لو جابوا لنا بيتي فور ولا حاجة؟ أنا آسف يا بورس. حتى بص الحركة دي. إيه ده؟ ده شكله عامل زي الحقيقي بجد. خالف طبعاً. ده ألماني ده؟ ده بريتا إيطالي. شكله حلو قوي، جبته منين؟ إيه؟ خدته تخليص حق. طب خد الله يبارك لك فيه. والله ما يرجع. يا جدع امسك فيه. إيه يا جدع، أنت بخيل ولا إيه؟ يا جدع أنت في بيتنا إيه؟ فين التذاكر؟ والله العظيم إحنا معانا 1000 جنيه كنا هندفعهم لك، وماما عاملة جمعية الشهر الجاي هنقبضها ونديها. فلوس إيه وجمعية إيه؟ أنا عايز التذاكر. إديهم له. أهم. ايه ده؟ ايه ده؟ فين التذكره الثالثه؟ ايه ده؟ انت قطعت التذكرتين اللي هنروح بيهم الحفله. فين التذكره الثالثه اللي كان عليها الرقم؟ رقم ايه؟ التذاكر. بيقول ايه؟ رقم ايه؟ بيقولوا ايه؟ بقول لك رقم ايه؟ هم مش عارفين انت بتتكلم على رقم ايه. فين التذكره الثالثه؟ ادينا سواق التاكسي اللي كان معانا. نعم ايوه ادينا انا عشان وصلنا. وصلكوا؟ تقصي عليا يا قاضي عبد الهبله انت وهو. هبله؟ طب الهبله دي بقى جابت ركاز. Yeah.
ده؟ يا نهار اسود انت عملت ايه؟ رشيت في وشه بنج. وبترشي على وش بنج ليه؟ هو انا ضعيف؟ يا اخي ده انت قلم انت كمان وكانت عينك هتخرج تتنتر من وشك على السجاده. يا حمار انا كنت بستدرجه. يعني ايه بستدرجه؟ بستدرجه يعني انت هتفهم لما اقول لك بدماغك اللي عامله زي المشمش دي. طب اقعد ساكت. طيب عليك حرام عليك انا كنت لسه هضربه يا اخي. دي اللحظات اللي بحس بيها بنفسي. انا كل اللي شغلني بس الجثتين اللي موجودين في شقتنا دلوقتي. امك لما تيجي هتقول ايه؟ احنا لازم ندفنهم ونسويهم بالبلاط. يا عم كده كده امك مش هتيجي قبل الصبح. المهم دلوقتي التذاكر هنعمل فيها ايه؟ تعالى ورايا نشوف هنعمل ايه وبعدين نيجي ندفنهم. استر يا رب. انا مش عارف احنا هنعمل ايه في موضوع التذاكر اللي اتقطعت دي. ايه يا حبيب اخوك اهدى بس. احنا ممكن نكلم الواد اللي سيادة المحافظ عايزك تكون مطمن على الآخر. في ظرف ساعات هنكون قضينا على البؤرة الإجرامية والعشوائية. ممكن سعادتك تستريح في عربيتك وهتسمع خبر صادق. سيادة اللواء شكري أنا مش هرتاح غير ما ننظف المحافظة دي من الأشكال دي. أنا نفسي أعرف أنت جيت هنا إزاي وأنا سايبك مضروب في الشقة. زهقت من القعدة قلت نتمشى شوية. طب وهرش لي في ظهري والنبي. أنا مربوط مش طايق سوري. معلش مش قادر والله أنا بس عند العسعوسة. ايه بقى مش ظهرك يا لئيم. يا عم انجز. لا بغير بس. بغير؟ بغير صحيح يا ولاد. فات الرياح محمله بالاتربه. عليا النعمه بقك بيجيب مزيك. يا نهار اسوح. ودول بيعذبوه. هيموتوا اخويا خير. يا رب ساعدني انقذه يا رب. ساعدني يا رب. ساعدني يا رب. يا رب يا رب ساعدني يا رب. انا لازم اعتمد على نفسي. امشي انا فاني. ماشي حسابك معايا بعدين. يا عم انا ما عملتش حاجه. وراي اهو يا جدعان. حد فهمنا يا جدعان في ايه؟ فريده انت قام انت اخويا دفع عن ارضكم يا رجاله. دفع عن ارضكم يا رجاله. انهم يحرقون اوطان الزيتون. لا هو ايه الدخان ده كله يا سياده اللواء؟ ريحه سمك مشوي. لا 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 دي ريحه رنجه. رنجه. بتضحك عليا يا سياده اللواء؟ تصور انا مش عارف بضحك على ايه. هؤلاء شوقي سفينة للمباحث أثبتت إنه بيزرع نبات البانجو. شوقي شوقي ها؟ هو أنت بتزرع بانجو ده شوقي؟ ظلم يا باشا. إحنا ناس غلابة بنسترزق من المنطقة دي. وياما طلبنا منكم اننا نتملكها ولا حياة لمن تنادي. الله 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 يا فندم. العساكر يا فندم فتشت المنطقة كلها يا فندم.
مالوش بنك خالص. اخويا يا مرحبا. اخويا اخويا انت فين يا غبي؟ اخويا اخويا انا خبر اخويا. لا انت مش اخويا. ايه ده؟ انا مش ضربك بالقلة على دماغك في شقتنا. انت ايه لقومك تاني؟ مش عارفين نتملك الارض، حرام عليكم، الناس عشتها واقفة. هو انتوا كان ايه اللي ناقصكم صحيح؟ هات يا ابني عقد الملكية بتاع الارض اللي راجع من مكتب الباشا. وادي كمان امضتي على عقد تخصيص ملكية الارض. اتفضل يا سفينة. مبروك. الله يبارك فيك. كده تعشى. اتفضل يا سيادة المحافظ. غوط عمينا وصل البشوات. ده انتوا برنسات. يلا يا باشا يلا. اتفضلوا 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 اتفضلوا. انتوا لازم 100. مش هتعترف؟ ما تتنيل تعترف بقى وتخلصنا. انا مش معترض. بصي، في واحد اسمه عبد الباري بيه كلم عم جميل واداله رقم عم جميل كتبه ورا ظهر التذكره. العيال الست دي سرقوهم مننا. يخرب بيتك كده، هتودي عيالي في 60 دقيقة. ما هو ده اللي حصل. رحنا بقى ناخد التذاكر منهم، قاموا ضربونا، ولسه التذاكر معاهم لحد دلوقتي. فين جميل؟ وعهد الله ما اعرف. يا هانم، عيالي والله ما هم حراميه، هم هم صحيح لكن مش حراميه. مدام، الست حاولت تكلم الرقم ده واحنا في العربيه. فكاني فكاني. أنا اللي عملت الحريقة دي كلها يا خير. يا فكاني. أنا اللي عشان أنقذك والله. فكاني. طيب أنا بفكك أهو بس. فكاني وأرغي. أفك معاك. يا عم هو مش معانا. طيب خلاص. فك هو لوحده بس. أنا اللي. أنا عارف. عملت الحريقة دي. أنا عارف إن أنت جامد. أنا اللي عملتها. يا عم بتسالي. طيب خلاص. تعالوا أنا أجيب التذاكر. طيب تعالى. اثبت محلك. والله يا معلم، والله ما انا اللي حرقت البانجو يا معلم، انا مدمن بانجو اساسا. بقى انت تحرق اللي انت عايزه يا حبيبي. انتوا من النهارده سفراء النوايا الحسنه. يا نهار اسود. لا يا معلم، دول صغيرين على الكلام ده. لا كبروا بقوا حلوين اهو. انت هتعمل فينا ايه يا معلمه؟ بقى انا هعمل معاكوا احلى واجب يا معلم. والنبي معلش، دعنا نرحل في سلام. حرقكم البانجو النهارده حرمنا من موسم، انما كسبنا حياتنا، كسبنا أرضنا، إدنا شرفنا وعرضنا. يعني أنت مش زعلان يا معلم؟ ده أنا في أوج من السعادة. ويهو. طب بقول لك إيه؟ الراجل ده مش معانا. أيوه، هو اللي بلغ عليكم البوليس. وبيوقف بنات عندكم في العزم. خلاص. يبقى يروح للعيال يذاكروا على وشه الواجب. لا الله. هو مش كفاية مذاكرة على وش كده؟ أنا عايز عيال شاطرة. ده كده ولا نظام البوكلت؟ حاجة غريبة أوي. بس على فكرة، حلوه قوي الجلابيه البولو دي. حلوه. انت عارف ان هيعملوا منها تيشرتات؟ لا يا شيخ. استاذه حضرتك. مع السلامه. سلام. مع السلامه. يلا يا اولاد، مش عايزك تكون شايل مني. ها لا عيب. احنا اخوات سوا. يلا مع السلامه. انا كنت بقول ايه يا عيال؟ كنت بتقول طهرنا الارض وشطفنا العرض. خلاص، النهارده ما بقاش عيد البانجو، بقى عيد الاحتفال بابطال عزبتنا. عايزك تلم لي النقاشين. ليه يا معلم؟ هتدهننا ولا ايه؟ لا ده انا هخليهم ينقشوا جداريه توصف فيها اللي حصل النهارده من بطولات تاريخا لذكرايا. ضائع مزيكا. النبي اخوانا الناس اللي ورا، والنبي اخوانا بعد اذنك. احنا قلنا ما حدش هيخش الفرح بعد عم عبده. والنبي اخوانا عشان ما نعملش مشاكل. والنبي يا جدعان يا جمال، والنبي يا جمال يا جمال، لم الناس اللي ورا بعد اذنك يلا عشان نبدا الفترات. النبي رشدي، خد عبد الله. عبد الله يا شمام، اقفل الكشك، هرفعك بعد اذنك. زي ايه؟ يلا يا اخوانا اللي لنا بعدين. هو الواد ده مش كان قصير؟ صحيح، هو ماله طويل كده ليه؟